السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lesson 1: The Islamic Perspective of Transaction، منظور الإسلامي للمعاملات، خصوصا طبعا المادية. قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. And all things we have kept in a clear register. Islam is a complete and all-encompassing religion that promotes a balanced way of living. يعني إسلام يعني دين متوازن شامل. It encompasses the way of life as ordained by Allah. بيشمل يعني أو بيتضمن الحياة التي أمر الله بها. Due to the divine origin of the Islam, one of its characteristics is its comprehensiveness. أحد يعني عناصره أو خصاله أو خلاله أو مواصفاته هي الشمولية. Thus, it offers guidance to humans in all their actions. It doesn't separate secular from the spiritual life. يعني ما بيفصلش ما بين الحياة العادية الدنيا والحياة الروحية. Islam unifies all domains of life in the same way the body system that work together to form a whole human being. Any malfunctioning system has an impact on the entire body. يعني بيقول لك ان الاسلام يعني شموليته وارتباط يعني احكامه ببعضها البعض مثل الجسد الواحد، اذا اعتل منه عضو او اشتكى منه عضو يتداعى الباقي له بالمرض. يعني Islam comprises doctrine, jurisprudence and ethics. بيشمل الإسلام العقيدة والشريعة والأخلاق. Doctrine عقيدة، jurisprudence شريعة، ethics أخلاق. It's important to note that the scope of jurisprudence applies to various kind of behaviors. لازم تعرف إن الشريعة دي يعني منطبقة على كثير من السلوكيات الروحية، spiritual، المنتال، العقلية، physical aspects، الحركية أو الفعل أو الفعل أو الجسد يعني. In addition to the doctrinal الحالات العقادية and other practices such as include personal behaviors الحالات الشخصية، financial transactions زي ما قلنا، معاملات المادية، legal issues الحالات القانونية، والsocial dealing والمجتمعية. بعد كده هو قسمها لك رسمة جميلة. الإسلام عبارة عن doctrine عقيدة، jurisprudence شريعة، ethics أخلاق. طبعا شغلتنا في الشريعة، الشريعة منقسمة إلى worship عبادات اللي هي شعائر، family affairs أحكام الأسرة، criminal law الجنايات أو الجرائم، transaction commercial أو commercial transaction اللي هي المعاملات أو البيع والشراء التجاري، آخر حاجة الإسلامك finance اللي هو الشؤون المالية أو الماليات وهكذا. transaction commercial طبعا المعاملات التجارية، وفي الآخر الإسلامك finance اللي هو المبادئ المالية الإسلامية. طيب الدكتورين بيعرف لك الدكتورين، مش عايز الكلام ده كله طبعا، هي البليف ان الله و هيز بروفيت و انجلز و هيرافتر، الايمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الاخر والقدر، ديفاين ديكري والكلام ده، والاثكس الاخلاق طبعا، الفيرتشوز موراليتي جود مانرز. ات جوفرنز ذا ريليشن شيب بتوين مان اند الله، بيبل وذ ايتش اذر اند بيبل وذ اذر كريتشرز. الاخلاق طبعا بتشمل تصرفك مع الله عز وجل، علاقتك بالله عز وجل ومع الناس ومع المخلوقات كمان جميعا، دي الاثكس. الجورسبرودنس بقى اللي هي الشريعة، تمام، طبعا دي rules، تمام، مستقاة طبعا من القرآن، القرآن and the authentic traditions of Prophet Muhammad، الحديث الصحيح، وكمان طبعا scholarly opinions والآراء العلماء، تمام. family affairs طبعا دي rules related to family law، دي بتتعلق طبعا بالمارج والديفورس الزواج والطلاق، والinheritance الميراث، guardianship للوصايا، criminal law الجنايات أو أحكام القصاص وكده. طبعا دي مع ال major offenses like adultery, theft, murder القتل والزنا والسرقة. commercial transactions التجارية، ruling governing commercial transaction between people معاملات التجارية اللي البيع والشراء يعني. Islam is comprehensive as it covers all parts of personal life, worship, ethics and transaction. بنعيد ونزيد بنقول الإسلام شامل، بيشمل الحياة الشخصية والعبادات والأخلاق والمعاملة. It guides the human to lead a balanced life عشان يحقق حياة متوازنة. It cares about all components of the human being, spirit, intellect, body, beliefs, actions and morality. روح وعقل وجسد ومعتقدات وأكشنز اللي هو الحركة والموراليتي والأخلاق. Islam safeguards the human being against diseases of the heart and the body along with the devices of society. بيحميك من شرور المجتمع. It provides religious guidance in different facets of life. كل جوانب الحياة. Facets معنى جوانب أو وجهات الحياة. زي aspects. Social, marital, financial and political as well as internal and external affairs in times of peace and conflict. كلام في غاية الروعة طبعا.